السلام عليكم اخواتي، كيفكم؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اخواتي كاينه في ارضي، جيت على شي سخره ولقيت عندهم هاد الشهاده. بالحق ماشي هاد الشهاده، ماشي نزلوا اليوم او لا، هادشي كان عندهم لازم السيمانه اللي فاتت وباقي هنايا. يعني من معكم واحد الجوله، واحد الحاجه اللي عجبتني الصراحه ورخيصه الثمن ديالها. لو بغات شي اخت تاخدها تبارك الله راه باقي، حيت يمكن جابوه في ستوك تبارك الله، جابوه بزاف. المهم جابوا ديك مستلزمات ديال المطبخ، بحال هاد البلاطو هادو ديال الكغطان، مزيونين تقيقلين، فيهم جد كودوريس، وكاينه هذوك الويحه ديال التقطاع، وفيها هذيك مغرفات مزيونين ديال هكذا تحركوا بهم الاشياء. المهم كاين هاد اللعيبه هادي ديال هذا اللي كتعملوا بها مساج مزيونه بالنسبه دي. انا كيعجبوني هادو ديال المساج، خير وانتم عارفيني مزيون هكذا العنق الرجلين، هادي كتقدر تخدم بيها حتى الكرش مثلا. البنات اللي عندهم هذاك كريشه خارجه وداكشي، ف يعني هي طبيه. المهم الاستعمالات ديالها هنا كثير، كتعملها في الفخاط ديالك الا كانوا فخاط كبارين غلاطين زعما، كذلك كتعمل بها شكل ديال الماساج في العنق ديالك هنايا، كذلك كتعملها في شكل في هنا في الجناب ديالك، ولا في حتى في الكريشه. مزيونه انا عليها جيت، حيت انا شفتها كانوا عملوها السيمانه اللي فاتت وما كتبش، كان عندي شي شغل ما قدرتش نجي. كنت بغيت نجي نعمل لكم شي فيديو ولكن ما كتبش، كان عندي شي شغل وما قدرتش نجي، وجيت وجبرت الصراحه باقه جيتي عليها، وجبرت بزاف ديال الحاجات ان شاء الله غنشاركهم معكم. المهم غادي ناخذها ان شاء الله، تنجوز معكم واحد الفيديو تبارك الله كاينه بزاف، غناخذها. وهي فيها بحال الضو، كتعمل الضو ورخيصه الثمن ديالها 20 اورو. المهم غادي ناخذها ونجربها في حمرة اخرى، كناخذ الحاجه كنجربها، الا عجبتني كنخليها، ما عجبتنيش يعني كنرجعها عادي. المهم غادي ناخذها، عجبتني انا غدايا على حسب المساج ديال هنايا ديال العنقي وداك الشيء، حيت كتعرفوا خصوصا كانت عندك الخدمه ديالك في بيسي ولا شي حاجه، فالخدمه ديالي غالبا في بيسي في التليفون، فكيبقى يجيني الحرق شويه في يعني هنايا في المساج في العنق ديالي، وقلت ناخذها. المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم. هذه كتجي لعيبه مزيانه، كتجي في مطاط ديال لابابو، كيكون عندكم ليسباس خاوي، مش ما كيبقاش يديكم الحاجه كتجي مقرمشه تما، فكتنزلوا هكذا الحاجه فيها مزيونه. كذلك اللي لاحظت هنايا كاين هنايا هاد بلانشا هادي مزيونه، جات كبيره زعما هكذا، الا بغيتو تعملوا فيها بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يعملوا مسمن في ولا رغيفات في بلانشا، فهي هنايا هادي تقدر تهزكم جوج حتى ثلاثه صغارين، ماشي زعما كبيره وماشي عاوتاني صغيره، جات متوسطه. والثمن ديالها هو اللي جاني الثمن ديالها رخيص، الثمن ديالها 20 اورو. انا غنشارك معكم الثمن ديالها، وباقي تبارك الله من الستوك هنايا منزل، ها هما الثمن ديال كما كتشوفوا 20 اورو، يعني 19.99، 20 اورو رخيصه. المهم ما عرفتش شكون اللي خداتها وشكون جرباتها، الصراحه انا ما عنديش بحال هادي، كانت عندي واحده كنت كنعمل فيها ثلاثه الرغايف، ايه كانت كبيره شويه على هادي، كنت خديتها من ميديا مارك مزيانه، صدقت لي صراحه واعره شحال ويا عندي. كذلك كاين هنايا هاد فريدورا، هادي كيجيبوها بزاف ماركه ديال ليدل، شوف حاجه شكون زيف هذيك تما. كذلك كاين هنايا هاد باتي دور هادي ديال اليد، كتكون بوحديتها بلا غرف بلا حتى شي حاجه، الثمن ديالها كتمن 30 اورو. هذا هو الثمن ديالها، غتكون صراحه واعره مزيونه هاد الماركه هادي. المهم حتى ليدل ملي كيجيبو مستلزمات ديال المطبخ راه تبارك الله كيكون فيهم كاليتي ديالهم مزيونه بحال ليدل. في حالي قالت لي واحد الاخت سمعتني حمار كنقول هاد الهضره، وهي تقول لي هما اصلا تويمات والله ما عرفت اختي، قالت لي هما تويمات الخوت، وحده من ليدل وحده من الالدي ما عرفتش هاد المعلومات بصح ولا. المهم بحال بحال ماشي مشكل، كيكونوا خوت ولا ما يكونوش، راه تبارك الله السلعه ديالهم ديال المانيا. شني الالدي شويه ما بالنسبه للمواد الغذائيه شويه ما عندهمش تانت، ما ماشي بحال ليدل، ليدل عندهم بصراحه الحاجات بزاف وعندهم الرخاء. الالدي كيجيبوا مستلزمات مزيونين بحال ليدل، ولكن بالنسبه للمواد الغذائيه شويه وصافي، ماشي بحال ليدل. ليدل صراحه الطب احسن احسن مكمل، احسن مكملات مش بالي مع المكملات والله البنت كقينه دار لها مكملات. المهم بالنسبه لحسب المنتجات يعني ديال الاكل المواد الغذائيه، احسن منتجات ديال الغذائيه هي ميركادونا وليدل، هادو احسن وحدين اللي كيبقاو هما الرقم واحد في اسبانيا كامله، شكون متفاهم معايا. المهم كاين هادو ديال الساندويشات راه حتى هما حطوهم الثمن ديالهم عيب 15 اورو، ها هما الساندويشات هادو كيجيو مزيونين، فيهم هكذا تبغيو تعملو داك الطوست اولا تعملو شي حاجه تعجنوها ولا شي حاجه تعدلوها. المهم الساندويش راه فيها ساندويش كيجي خفيف ظريف
وتبارك الله كاينين حاجات زعما كذلك، كاينه هاد باتي دورة هادي ولا المهم الطحانة هادي ديال العصير، بقى غير وحده هنايا تكون باينه فيها، تكون مزيان الحاجه اللي كيطيروا بها كتعرف انها مجربينها وكي يعاودوا ياخدوها. وكاينه لا توستا دورس هادو، كذلك كاينه هادو ماكينه ديال التعصير ديال التشين ولا البرتقال، حتى هي عيب 10 الاورو، ها هي فين هي ديال الضو كذلك مزيانه. وفحال اللي قلتكم كيبقاو سوبيرات اخرين، يعني ماشي شي حاجه سخره كبيره، الحاجات اللي عدات انا كاين حاجه كتعجبني ميركادونا ما كتجبرهاش في ليديو، كاين حاجه كتعجبني في ليديو ما كاينش في ميركادونا. المهم دايما عندي السخره ديالي ميركادونا شويه وفي ليديل شويه ضروري. كذلك كاينه هاد الفخه هادي، هكذا الرياضه كتشد بها البطن ديالك او الكريشه ديالك باش كتكون دائما مستقيمه، وانت كتعمل الرياضه فخه كتشد كريشه. وكذلك كاين هنايا هاد الشكل ديال السليلم، هو الديكور ديال المحبقات، هكذا يكون عندك شي جريده ولا عندك شي بالكون مزيون ولا شي بلاصه عندك فيها ليسباس فكتعمل فيها محبقات. ومنزلين هاد المرايات هادو جاو على الطول مزيونه، هكذا تحطها في شي بلاصه مزيونه. وبالنسبه للمرحله اللي كنت عملتكم ديك النمره، ما عرفتش النمره جبرتها غلط، جبرت بنات كيقولوا لي عملتي النمره غلطه، بنات ديالي نمره الواتساب كان عامل عيني مشدودين، ولكن المشكل في المونتاج ملي كيجي يعمل مونتاج بعض المرات الا ما رديتش بال فالمونتاج كيبدل لي الحاجه. مثلا نمره الواتساب ديالي باش تواصلوا معايا على حساب اوميغا 3، تبارك الله دخلوا عندي اخوات خداوها بزاف فخدوها عينكم غامضين، اخواتي غزال غزال ما تندموش عليها، اوميغا 3 فن وكتصلح لاي اخت تستعملها عندك هي وسبيرولينا. فعملت النمره الواتساب ما عرفتش بقيت مشلوطه مش برتا هكذا، دابا خصني عاد نشوف كيفاش نعمل نعوض، حيت ملي كينزل الفيديو في اليوتيوب صعيب باش تعوضو، ولكن غادي نحاول نحيدها. ولكن انا صححت النمره الواتساب، عملت انت تحت في التعليقات باش هكذا الاخت وخوات اللي بغاو يدخلوا عندي وعم نزل حتى الرابط اللي بغا يدخلنا كيعي كتضغط على الرابط كتدخلني شان جروب عندي، ديك الساعه كتجبر النمره ديالي تما راه عندي مكتوب فيها زينب، واللي بغا توصل معايا مرحبا والف مرحبا وشكرا بزاف على الثقة ديالكم حبيباتي والله العظيم، شكرا بزاف على الكلام ديالكم الغزال وكل شيء ما شاء الله، الله يحفظكم ويخليكم وشكرا بزاف على الثقة ديالكم والله. المهم بالنسبة لهادو مزيانين هاد لامباراس ديال اللي كيكونوا في البيت ديال العيال. ودابا جوزنا نشوفوا هنا ملابس ديال العيال ديال دابا دخل برد صراحة توحشنا البرد الصيفية ما غاتمشي في حالها، كنقولها غير مشي دابا غير مشي الله يجيب لك تيسر نتلاقاو ان شاء الله تلعب لي ماجي، توحشنا داك البرد والاجواء، انا كتعجبني الاجواء ديال الشتاء والبرد. فكما كتشوفوا كاين هنايا هاد التشاليكوس هادو بالنسبه للبنيتات، كاين عاوتاني ديال الدراري، كاين هادو عاوتاني مزيانين ديال الشتاء هادو كيجيو بحال المهم مزيانين رطيبين وهما يعني ما كيدخلوش الماء مزيانين بزاف. كنت بغيت ناخد واحد بنتي كان نصدق لها واحد صغير وبقى داك مزلت لي واحد بنيته، وبغيت ناخد لها في الغوز ولكن ما جبرتش في الغوز مع الاسف جبرت هي الديكوره. صافي حبيباتي نهايه هذا الفيديو ديالي، نتمنى ربي يكون عجبكم وخفف الظريف عليكم، بالسلامه عليكم ان شاء الله، نتلقاو في الفيديو المقبل حبيباتي، مع السلامه في امان الله في الفيديو المقبل ان شاء الله.